بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، حديث هذه الليلة يتعلق بأمر يأتي شيء من تفاصيله، لكن أبدأ بقصة حصلت حول هذا الموضوع قبل سنوات في مثل هذه الأيام. قابلني أحد الزوار لهذه البلاد المباركة في مثل هذه الأيام، وقال متعجبا: إنني أتعجب كثيرا من حال الناس في المدينة، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مثل هذه الأيام التي هي أيام مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا أتعجب، لا أرى أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد في المدينة، مع أن المدينة، يقول، أولى البلدان، بلدان الدنيا، بالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. فلا أرى في المدينة أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، بينما كثير من البلدان في مثل هذه الأيام عندهم احتفالات كبيرة جدا، ويسهرون الليل ويقرؤون القصائد، وربما أيضا بهذه المناسبة يضربون الطبول ويحصل شيء من الرقص وأشياء من هذا القبيل. فيقول: المدينة ليس فيها أي معلم أو مظهر من مظاهر الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ويتساءل: ما السبب؟ قلت له: لو أنك عرفت السبب لزال عن قلبك العجب. السبب واحد. قال: ما هو؟ قلت: لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا لا يحتفلون بالمولد. قال: عجب. قلت: نعم. قلت: المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بالمظاهر المبتدعة المحدثة في دين الله، وإنما المظاهر الحقيقية لاتباع النبي عليه الصلاة، لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هي اتباعهم. قلت له: وإن أردت شاهدا ودليلا على هذا الأمر، فهل تعلم أصدق محبة للنبي عليه الصلاة والسلام من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة وسائر الصحابة، بل ومن اتبعهم بإحسان؟ قلت: هل تعرف أصدق محبة من محبة هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل تظن في من أتى بعدهم، ولا سيما في هذه القرون المتأخرة، من سيكون أقوى محبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. قلت: الصحابة كلهم احتفلوا، والتابعون كلهم احتفلوا، وهذه الاحتفالات لم تحدث في الأمة إلا في القرن الثالث، بعد انتهاء القرن الثالث، كما ذكر ذلك غير واحد من المحققين من أهل العلم. والقرون المفضلة كلها مضت بدون هذه الاحتفالات. ولا يمكن أن يقال إن هذا خير ادخره الله سبحانه وتعالى لمن جاء في هذه القرون المتأخرة وحرم منه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، بل الحق أنه شر وقى الله سبحانه وتعالى الصحابة منه، وعافاهم وسلمهم من الوقوع فيه، وابتلى به من جاء بعدهم، وإلا لو كان خيرا لسبقون إليه، إذ هم السباقون لكل خير. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء أهل الصدر الأول من الإسلام، أهل الخيرية، خير
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كلهم لم يحتفلوا بهذه الموالد إطلاقا، ولم يعرف عن أي من هؤلاء أنه احتفل. فإذا قال القائل إن مرادنا بهذه الاحتفالات أن نرفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأن نظهر تعظيمه، يقال له إن العناية بهذا الباب، باب التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ورفع ذكره، هذا أمر مضت عليه حياة أمة الإسلام في كل يوم، لم يخصصوا له يوما واحدا في العام، والله جل وعلا يقول ورفعنا لك ذكرك، ولهذا ذكره عليه الصلاة والسلام مرفوع بالأذان وبالتشهد وفي مقامات كثيرة في حياة المسلمين اليومية. فلا يذكر رب العالمين بالشهادة إلا وتقرن معه شهادة، الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولا يزال أهل الإسلام كل يوم مع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وسماع أحاديثه وقراءة سيرته والتعرف على شمائله وخصائصه وصفاته وأعماله، يقرؤون أحاديثه ويتعلمون سيرته ويعرفون هديه، فهم معه كل يوم. فإذا كان المقصد التعظيم ورفع الذكر فهذا لا يختص أو لا يخصص له يوم معين في العام. وإذا كان المراد إظهار المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ليست المحبة بأن يمارس المرء أمورا ليست من شرع الله سبحانه وتعالى ويدعي أنه إنما فعلها محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالمحبة الصادقة إنما تكون بالاتباع له والسير على منهاجه. ناهيك عما يقع في كثير من هذه الموالد من مخالفات شرعية، من أعظمها الغلو في إطراء النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي قائمة على ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، قال إنما أنا عبد، عبد لله ورسول، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. وتقوم الموالد على قراءة القصائد القائمة على الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام والمغالاة في إطرائه ومدحه وإنزاله فوق منزلته، في قصائد قائمة على الغلو في مدح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل يعتبرون أن المولد لا يتم إلا بقراءة بعض القصائد القائمة على مثل هذا. ناهيك أيضا عما يكون في كثير من الموالد من ضرب للطبول ورقص وغير ذلك. حتى بالأمس حدثني أحد الأفاضل أنه شاهد في بعض الأماكن في مثل هذه الأيام في داخل المساجد يضربون الطبول، في داخل المساجد يضربون الطبول ويمارسون الرقص، ويزعمون أن هذا مظهر من مظاهر الاحتفال بمولد النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأمة قاعدة جامعة وافية في هذا الباب، حيث قال في حديثه العظيم الذي عده العلماء أصل من أصول هذه الشريعة، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى وإن كان المقصد بإظهار المحبة فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا العمل الخالص لوجهه الموافق لهدي نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويذكر عن كثير من المحتفلين أنه يعتني بليلة المولد والاحتفال فيها لا يفوتها، وصلاة الفجر يفوتونها في تلك الليلة وفي ليالي أخرى، فالفرائض تضيع والبدع لا تفوت، وهذه من المصائب العظيمة التي جرتها مثل هذه البدع التي تشبث بها هؤلاء واستمسكوا بها، فكان
إحياؤهم لهذه البدع له أثر سيء عليهم بإماتة كثير من السنن بل الفرائض والواجبات الدينية المتحتمة. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يكون محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، المحبة الصادقة، المحبة النابعة من القلب، المحبة المثمرة للاتباع والتأسي، المحبة التي هي تماثل وعلى طريقة المحبة التي هي على طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، المحبة التي يعبر عنها باتباعه لا بالإحداث في دين الله عز وجل وممارسة أعمال ليس لها أصل ولا أساس من شرع الله سبحانه وتعالى.